حبيبتي. ايه ده؟ مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ ده احنا قبل الفجر بشوية. دي تلاقيها خالة ام شافعي، اصلا قالت لي انها جايه بدري عشان اشوف اللي ورانا. غيرك يفتح لي بيته وخبيني عنده. خبيك من ايه يا توفيق؟ ما تسألينيش، خبيني وخلاص. خبيك وخلاص يعني ايه؟ لازم اعرف. تعرفي ايه؟ ده ما فيش حاجه غير اللي انت عارفاه، اللي ما بحس بتطاردني انا وكل اخو. هجم امبارح علينا في البوتيك، قبضوا على كل الاخوه ما عدا انا واثنين هربنا. عملتوا ايه المره دي؟ ما عملناش حاجة. ما تستجوبينيش، مش هقولك على أي حاجة. وأنا مش هخبيك اللي إذا قلت. خلاص همشي. لا لا يا توفيق، لا يا توفيق، اديني الأمان يا توفيق، ما تخونيش. ده أنا لو خليت بالدنيا كلها مش هخلى بيك. غصب عني يا نينا، غصب عني. أنا ما كنتش أعرف إن مسألة هتوصل للدرجة دي. أمير الجماعة قال لنا إنه خد فتوى من الإمام إن فلوس الناس دول حلال لينا. رحنا أول امبارح بالليل إسبرية السياخ، كسرنا الباب، دخلنا عشان نطفي الباب. الراجل كان نايم جوه، صحي حاول يمنعنا. راحوا اشوف الراجل بحلالي واسمع صوت عضم وهو بيتفشفش في ايدي. ما انت عارفه ان انا رايح المطار هوصل قمر وارثها. جدك تعبان وعايز يشوفك. ماله؟ معرفش، جيت من الفرح لقيته بينادي عليا، دخلت عليه لقيته في حاله غريبه قوي. طيب ما اتصلتيش بالدكتور صبحي ليه؟ حالته مش محتاجه دكتور. تعالى يا ولد. عشان خاطر بنتي انا عفيت عنك، بس بشرط جنازة تبقى عسكرية يتقدمها حملة الناشين والأوسمة وتطلع من الداخلية. جدي ما تقلعونيش البدلة. هات ايدك. تعالي يا نجاة. ها؟ قربي مني. خلي
خلي بالك من الولد وربي كويس. حاسس بإيه بس يا بابا؟ أجيب لك دكتور. لا ما عادش ينفع. أقفل الباب وطفي النور. بابا ما تأخذنيش يا نجاة، الشديد القوي هو اللي منعني أجي وأخد بخاطرك في ساعتها. ما حصلش حاجة يا أبلة، أنا مقدرة. الحقيقة أنا كنت ناوية أجيلك من غير الموضوع ده، أصلي سمعت منك في فرح قمر كلمتين ما خبطوش في دماغي إلا بعد ما روحت. كلمتين؟ عن إيه؟ عن علي. لما قلتيلي مهما حصل علي وناجي هيفضلوا إخوات، قصدك إيه يا نجاة؟ إيه اللي ممكن يحصل؟ ما تاخديش في بالك يا أبلة، دي فلتت لسان. ما تقلقنيش يا نجاة. هقولك ايه بس، انت عارفة ان من مدة في كلام كتير حوالين علي. كلام زي ايه؟ ما اقدرش اقولك يا أبلة، دي حاجات من اسرار شغل ناجي. ولا اسرار ولا حاجة يا ماما، دي قضية علنية، احنا بس مستنيين رجوع علي من باريس. قضية ايه ناجي؟ طنط أنيسة حضرتك تشك في حبي لعلي لحظة؟ أبدا يا ناجي ولا لحظة. نصحته كتير، كلمته أكتر من مرة، لكن مفيش فايدة، مرضيش يسمعني، وكانت النتيجة الطبيعية إنه داخل على أزمة، محنة بمعنى الكلمة. سايب اعمالي ومصالحي في مصر وجيت معاك هنا باريس عشان ما تبقيش لوحدك في ظروف زي دي، وساعتك انا مدير كابتن حطيت دراعك في دراعه وما سالتيش فيا. بلاش نتكلم في الريسبشن يا علي. نتكلم فيا يا زهر، انا عايز تفسير فوري وسريع. طيب اسمحوا لي انا بقى. استنى يا حاج، انا هوضح لك كل حاجه يا علي في كلمتين. انا وحازم هنتجوز. انت غلطانه يا زهر. عارف انا غلطانه على طول، حياتي كلها سلسلة أخطاء ما بتنتهيش. بس المرة دي الغلطة لسه ما بقتش أمر واقع وتقدري تلحقيها. إزاي يا خالي؟ عايزنا ننتهز فرصة لحظة ضعف بيمر بيها علي وأتجاوب معاه وأخطفه من مراته؟ اللي فهمته منك إن حياته مع مراته مضطربة وبتمر بأزمة ومهددة فعلا إنها تنهار. أنا السبب. أنا اللي حطيت شيرين في طريقي، وأنا اللي شديتها للشغل، أنا اللي شجعتها وفتحت قدام عينيها سلك الطموح، كنت عارفة إنها هتبعد عني. أنا اللي فضلت أتدخل في حياة علي، محاولتش لحظة أنساها أو أقطع اللي بيني وبينه. كنت بقررها لنفسي إني بكفر عن ذنبي في حقه وأحاول أعوضه، لكن الحقيقة اللي بعترف لك بيها دلوقتي واللي كانت جوايا طول الوقت حتى لو انا ما حسيتش بيها، اني كنت عايزه افضل في حياه علي. ما كفانيش اللي عملته فيه زمان، مصره لخبط له حياته لاخر لحظه. انا شريره يا خالي، انسانه وحشه. حسابك لنفسك بالشكل ده دليل على انك لا شريره ولا وحشه، لانه دليل على ان لسه ضميرك صاحي. رفضك انتهاز الفرصه دلوقتي دليل تاني. في مشكله تانيه عايزه. هو ده اللي انا قصدته لما قلت لك انت غلطانه يا زهر. اوعي تستخدمي مشاعر وعواطف انسان في لعبه مع انسان تاني. ما كانش في وسيله قدامي اوقف بيها اندفاع علي ناحيتي الا دي. وبعدين ما هيش لعبه يا خالي. انا فعلا مستعده اتجوز حسن. مستعده ولا عايزه؟ ما تفرقش مستعده ولا عايزه. لا في فرق يا زهر. بلاش تضحكي على نفسك. مش عارفه يا خالي، حاسه اني مشوشه ومرتبكه، دماغي فيها خليه نحل، محتاجه لحد يرشدني يقول لي. وتسمعي كلامه؟
لو قلت لي اي اقتراح هنفذه فورا. اجلي مشروع جوازك انت وحازم وانزلي مصر. اجمعي بين علي وشيرين واجهوا بعض انتوا الثلاثه. وانا متاكد ان اللقاء ده هيحسم كل شيء. المهم تنفذي فورا. عن اذنك. الو؟ وي وي. داكور. اوريفوار. ايه يا خالي مالك؟ في ايه؟ ها؟ لا ابدا يا زهره مفيش حاجه. انا اصلي مضطر اروح معاك مهم، ولما ارجع حاب اشوفك عشان نرتب ننزل مصر امتى. ممكن اقعد يا كابتن؟ اه طبعا. إذا ما كانش يضايقك، أنا عندي سؤال مباشر وصريح وعايزك تجاوبني عليه بإجابة مباشرة وصريحة. اسأل يعني إيه؟ أنت متأكد ومقتنع إن زهرة بتحبك؟ أنا أرفض إني أكلم أي حد عن علاقة تخصني أنا وزهرة، خصوصا وهي مش موجودة. شكرا. هي دي الإجابة اللي كنت عايز أعرفها. آسف إذا كنت ضايقتك. زهرة؟ ايه يا علي؟ انت مستعجل ليه؟ انا راجع مصر بكره، هكسلك معايا. من غير ما تسألني يا علي؟ تذكرتك في الريسبشن. لو الميعاد مش مناسب ليكي بلغيهم يكنسلوا الحجز. على اذنك. ايه يا زهرة؟ هتفضلي واقفة كده؟ مش هتقعدي؟ قولي يا حازم، لو سألتك سؤال صريح ومباشر وعاوز عليه إجابة صريحة ومباشرة، مش كده؟ مش فاهم. اسألي يا مدام. أنت مالك متوتر كده ليه؟ هو علي قال لك إيه؟ سألني سؤال صريح ومباشر. أنت متأكد ومقتنع إن زهرة بتحبك ورفضت أجاوب؟ تعرف ليه؟ لأن السؤال فاجئني. اكتشفت إني ما سألتوش لنفسي أبداً، وإني محتاج فعلاً أعرف الإجابة عليه. طب ما تجاوب. جاوبيني أنت. خلينا في سكة الصريح والمباشر وجاوبيني أنت. أجاوبك إزاي؟ والمفروض إن أنت اللي تتأكد وتقتنع. وجهي السؤال لنفسك يا زهرة وردي عليا. أنت متأكدة ومقتنعة إنك بتحبيني؟ لا. بس ده مش معناه إني رافضة أتجوزك. إحنا اتفقنا فعلا. تتجوزيني وأنت مش بتحبيني. أنا ما قلتش إني مش بحبك. أنا قلت إني مش متأكدة. بلاش تلعب بالألفاظ من فضلك. ومع ذلك هوجه لك السؤال بصيغة تانية. هتتجوزيني وأنت لسه بتحبي المهندس علي البدري؟ مستحيل. إيه هو المستحيل؟ إنك لسه بتحبيه أو إنك تتجوزيني؟ إني أتجوزك وأنا لسه بحبه. اسمعني يا حسن، إحنا اتفقنا على الجواز لكن لسه ما حددناش الميعاد، والميعاد ده مش هيتحدد الا لما ابقى متاكده ان مفيش في قلبي غير الانسان اللي هتجوزه. عظيم. انتهى الامانه وسمعتي. على فكره احنا مش متفقين اننا هنروح اللوبي سوا. معلش اجل، اصل جالي استدعى للبوس بتاعي. الظهر ناوي يطير. Sorry, Mr. Buhram. I can't do it. Well, as you wish. Send me the pilot in, please. Okay, Mr. Salahdar. You may go to your country tomorrow and attend to your own business. But I warn you, keep the past the secret of your life. I like you. And that's why I'm letting you go home safely. But if one word leaks out of our past business together, well, you can be sure it's going to be your funeral. Don't even think of it. It will never happen. Well, we'll see. Come in. Yes, sir. Mr. Salahdar will be flying with you to Cairo tomorrow.
It'll be his last trip on my plane. We like you a lot, Mr. Senator, and I think we miss you a lot, and I wish you bon voyage. Thank you, Mr. Bogram. Yes, sir. Call Esmat Sonai in Cairo and tell him to take care of him. آسف، أنا واقع نفسي عليك بمشاكل يا باشمهندس. سيبك من الاعتذارات يا عاصم بيه. فهمني إيه الحكاية؟ من ثلاث شهور بس اكتشفت الصلة اللي بين بهرام والموساد. عرفت إن صفقات السلاح اللي كان بيوردها لأفريقيا ما كانتش بتروح لأي حركة من الحركات المسلحة هناك زي ما كنت فاهم. أفريقيا دي كانت مجرد محطة، ومنها بيتهرب السلاح عن طريق عملاء اسرائيليين لايران عشان تستخدمه في حربها مع العراق. مش دي النقطه الاساسيه، لا، الاهم منها انه كان بيقبض ثمن السلاح من الاسرائيليين مخدرات، وهم يقبضوا من الايرانيين عمله صعبه. فهمتني يا علي؟ فاهمك. كمل ارجوك. الكارثه بقى في المخدرات اللي كان بيقبضها بدل الفلوس، كانت بتتباع لمين؟ لمين يا عصام بيه؟ مصر يا علي، تتهرب لتجار البودرة في مصر. ايه؟ ايوه يا علي، عن طريق شبكة بيديرها في مصر داوود والجماعة اللي معاه. مصر يا علي، مصر اللي حبيتها وصرخت من اهلي وطبقتي علشانها، وعلشانها اعتنقت ببابي وحاربت في القناة قبل 52 وفي 56. مصر ألاقي نفسي مشترك في مؤامرة بتوريد السموم لأولادها وشبابها. شفت المهزلة علي؟ مش مهزلة يا عاصم بيه، دي مأساة. آخرة المثقف والمناضل المركزي القديم تفرقش كتير عن اللي حصل. الشاب الاشتراكي القديم، احنا الاتنين وقعنا في مصيدة الفلوس يا عاصم بيه. مش فاهم ايه اللي حصل. قد كده الانهيار كان كاسح لدرجة ان ما سمعش لحد يقف لحظة يسأل نفسه انا كنت ايه؟ رايح فين؟ بقيت ايه؟ زمن الانهيار العظيم. المهم هتعمل ايه؟ حاولت طول الشهور اللي فاتت دي ان انا اوقف المأساة، واتخانقت مع بهرام. الأول كذب عليا وشغلني بكام صفقة في أنجولا وأثيوبيا عشان يثبت لي إنها مجال نشاطنا الحقيقي، لغاية ما استدعاني لباريس المرة دي. فوجئت بيه بيشيل القناع وبيطلب مني أتعامل مباشرة مع الإسرائيليين، وعايزني أسافر بكرة تل أبيب عشان أتفاوض على صفقة جديدة. قلت له لأ، ما أقدرش. طلبت إن أنا أصفي حساباتي معاه. إداني مهلة أفكر. النهارده بلغت رأيي النهائي. لا، هايل، هو ده تصرف سليم. وانا وجهة نظر بهرام دي خيانة، جزاءها الوحيد هو الموت. ايه؟ ازاي؟ بهرام مش تاجر سلاحه بس يا علي، مؤسسته كبيرة ليها علاقة بالمافيا والكاميرات ومنظمات وأجهزة سرية في العالم كله. ايوه، بس انت فهمتني في الأول انه اتفق معاك على انك ترجع مصر وانك تنهي علاقتك بتجارة السلاح. الشرط الوحيد انك ما تفضحش أسراره. اسمها منشودة الوداع يا علي، وابقى ساذج لو صدقت انه هيسيبني. انا اتحكم عليا وخلاص، بس ازاي الحكم ده هيتنفذ وامتى وفين؟ ما اعرفش، ممكن يتنفذ في اي وقت وباي طريقه وفي اي مكان. لما انت عارف ده، ما روقتوش ليه؟ ليه صرحته باصرارك على الانفصال عنه؟ ليه ما استناش لما ترجع مصر وترجع لاجهزه الامن وهم يحموك؟ كل ده ما منوش فايده علي، لانه كان مستحيل انه صدقني، والدليل انه كان مصر انه ينزل من باريس بكره الصبح على تل ابيب. كان شاكك فيا وعايز يحطني في امتحان نهائي، لكن انا فضلت اواجه واحسن وان شاء الله حتى اموت. هيبقى عقاب عادل على الجريمه اللي انا ارتكبتها. ما تخافش، انا هشوف مين.
أنا آسفة يا علي، بس حاولت أركبك في التليفون، تليفونك مشغول على طول. أنا كنت رافع السماعة. خير؟ هتسافر معايا؟ عادل طلبني في التليفون دلوقتي وبيقول لك يستحسن تأجل رجوعك مصر. ليه؟ يقول إنهم هيقبضوا عليك أول ما ترجع. تفتكر يعني إنه هيسمع نصيحتك ويفضل بره؟ مش عارف، علي دماغه ناشفة وممكن يرجع عشان يواجه الاتهامات، ولو إني مش مقتنع بحكاية الاتهامات الجنائية دي، هما ممكن يحققوا معاه في جهاز المدعي الاشتراكي في حكاية التهرب من الضرايب والرشاوي اللي بيدفعها والجمارك والمسائل دي كلها. لكن الكلام اللي انا سمعته واللي جاي ابلغك على اساسه بيقول ان في مستندات مزوره وحاجات تانية كتير ممكن يعاقب عليها جنائيا. طول عمري قلبي حاسس انه هيواجه كارثه في النهايه. قول لي يا طلعت بيه، ايه اخبار مصنع الحلميه؟ خلاص المكن الجديد وصل والانشاءات الجديده والعنابر يدوب على وشك، يعني كلها 3 شهور بالكتير ونبدا الانتاج. كان لازم تستنى بره مصر عادي، على الاقل لغايه ما تعرف حدود المساله بالظبط. ما تعودش اهرب من المسؤوليه يا صهر، وخليك عاصم ما هوش اشجع مني. خلي وخلي ماله مال الحكايه دي. مهندس علي البدري؟ ايوه. اتفضل معايا، في امر من النائب العام بالقبض عليك. اتاكدت من وصوله؟ ايوه، وصل على طياره بهرام وهيطلع دلوقتي. وهتنفذ هنا؟ مش كده يا خواجه، دي اصول مهنه. استنى شويه. امال جايبني معاك ليه؟ عشان تشوفه وتتاكد من شخصيته. الجماعه مش واثقين فيا وعايزينك شاهد. او جه هناك اهو. هنمشي وراه ونعرف هينزل فين. من فضلكم مش عاوزين تصوير ولا اخبار، واي حاجه تنشر قبل انتهاء التحقيق هنعتبرها ماس بمصالح الباشمهندس علي وهنقضيكم. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار يا عادل؟ لسه داخل دلوقتي ومعاه اكبر 3 محامين في البلد. انسي كل حاجه، ما تفتكريش الا واجبك ناحيه جوزك وبس. فاهمه يا بابا. شيرين عايزاكي في كلمتين. كلمتين بخصوص ايه يا مدام؟ لو سمحتي 5 دقايق بس. اتفضلي قولي. طب ممكن نبعد عن هنا شويه؟ شيرين روحي مع زهر. ايه حكايه اخوك علي دي يا استاذ علي؟ لسه الموضوع مش باين، كله هيتضح اول ما يخرجوا. انت ما بلغتش سليم باشا؟ هبلغه النهارده بالليل، المهم انه يعرف قبل بكره الصبح، احسن ما يقرا في الجرايد ويتفاجئ. انا مش فاهمه، ده جزء من خطتك اللي بترسميها من زمان عشان علي ولا؟ مفيش اي خطط يا شيرين، ارجوك تصدقيني المره دي بس، مش هتندمي. انا نفسي اعرف انت عاوزه ايه بالظبط. عايزاكي تنسي الخلافات اللي بينك وبين علي وتقفي جنبه لحد ما يعدي المحنة دي. ده شيء طبيعي، افرضوا عليا واجبك يا زوجة. مش واجب بس يا شيرين، لازم علي يحس انك بتعملي كده عشان بتحبيه مش لأي اعتبار تاني. متشكرة قوي، بس انا عاوز اعرف بقى ايه دورك في تمثيلية الشهامة دي؟ ماليش اي دور يا شيرين، ومش هحاول يكون لي اي دور. انا مش هخلي علي يشوفني ولا هسال عليه ولا هشعره باي طريقه اني اهتميت بالقضيه او حتى قلقت عليه. بالعكس انا هعمل اللي كنت مأجلاه. ما تسالينيش ايه هو، المهم ان علي يبص حواليه ما يلاقيش حد غيرك. يا دكتور امين احنا ملناش دعوه بتحقيقات المدعي الاشتراكي، احنا هنا بنحقق في جرائم يعاقب عليها القانون العادي، جرائم تزوير وتدليس والاستيلاء على اموال الدوله والتهرب من الضرائب ومخالفات لقانون النقد. انا لازلت اعتقد ان التحقيقات اللي بيجريها المدعي الاشتراكي هتاثر على التحقيقات هنا لانها متصله بيها. واذا سلمنا بده ايه وجه اعتراضك؟
أطالب بالإفراج عن موكلي بأي كفالة تحددها النيابة حتى يتمكن من حضور تحقيقات المدعي الاشتراكي وتجهيز دفاعه في التهم الموجهة إليه. مع وجود كل التهم دي وخطورتها ما افتكرش. الأستاذ علي البدري رجع من السفر رغم علمه بأن في أمر بالقبض عليه، وهذا دليل على حسن نيته. أنا صممت أرجع وأواجه المسؤولية وأتحملها. وممكن النيابة تصدر أوامرها بعدم سفره زيادة في الحرص. هننظر في الطلب ده عند تجديد الحبس. يستأنف أخذ أقوال المتهم غدا في 10:00 صباحا. ألو بونسوار. مين؟ عادل. ازيك يا حبيبي؟ أخبارك إيه؟ تصور بابا كان بيقولي فكريني أكلم عادل الليلة دي. قالي كده قبل ما ينزل بشوية. يا سي، وراح يسهر مع شلته الجديدة هنا جنبنا. علي امتى حصل ده؟ طيب يا عادل انا هبلغه. لا لا لا، ما فيهاش صدمة ولا حاجة، هو كان متوقع حاجة زي كده. طيب يا عادل، مع السلامة. انت كن كاب والجوكر كمان ورقة أرض للعيش. مش معقول، دي التالت مرة دول بنحاج يلف لفة واحدة. فعلا ده حاجة تجنن. أنت بتعمل إيه في الورق يا باشا؟ ولا حاجة يا زوجتي، كل حاجة إن أنا بلعب وأنتوا قاعدين تتفرجوا. أستاذ بيعلم تلامذته البولة ده. أنا خلاص مش لاعب ولا أنا كفاية كده. ليه بس؟ دي الليلة لسه في أولها. سيبهم عبد الفتاح، هما لازم يحمرقوا كده في الأول وبعدين يرجعوا يتحايلوا عليا ألعب معاهم. بس أنا الليلة دي بقى مش هديكوا الفرصة دي. أنا مروح. ليه يا باشا؟ وبالسرعة دي؟ معلش يا زاد، أنا داخل عليا دور برد كده، هاخد حاجة وأريح. خدني معاك. طب ما تنسوش ميعادنا بكرة في سبورتنج. بالمناسبة هتعمل إيه في انتخابات النادي؟ والله مش عارف. الحقيقة أنا متردد، في كتير قوي من الأعضاء اتحايلوا عليا أدخل الانتخابات. بس مش عارف، أنا ماليش في الموضوع ده. أنا عملتها من كام سنة في مصر وتراجعت. ليه لأ؟ ليه لأ يا سيدي؟ مش عارف يا نور، انا شايفها مسخه بصراحه. بعد انتخابات البرلمان انا حياتي بانتخابات نوادي. يعني دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. انا عارف انها حاجه تانية، بس مش انا مش هضمها وخلاص. المهم، امال سولي فين؟ سولي لسه ما رجعش، بيحيي فرح مع الباند بتاعه في اوتيل كبير. الموضوع ده مش مريحني. انا رغم اني شجعته على موضوع المزيكا ده، بس كنت افضل انه ما يحترفش، أو حتى لو احترف يألف مزيكا، يعمل كاسيت، يشتغل في الإذاعة، في السينما، في التلفزيون، مش يروح يشتغل في الأفراح والنايت كلابس. الموضوع ده بيحرك عندي ذكريات مش لطيفة. ذكريات زي إيه يا سليم؟ زي النايت كلاب بتاع حمدية مثلا؟ أنت لسه فاكرة يا حبيبتي؟ ما تنسيش أبدا. لا، ذكريات أبعد من كده بكتير. ذكريات العوالم اللي هبطوا على الحلمية من 40 سنة. كان في واحدة معاهم اسمها سماسم العدلي، عمة حمدية وأم قمر اللي اتجوزت عادل. بمناسبة عادل، اتجوزت زينهم السماحي. زينهم ده كان في التروة وبلطجي، تهجم عليا مرة في السرايا بس حبسته. تصوري بقى بنت العالمة دي تتجوز ابني انا، وابني التاني يطلع غاوي مزيكا. شيء غريب. هو صحيح الساكسفون طبعا غير الدرابوكا، لكن لما يبقى الساكس ورا رقاصة ولا مع الرقاصين، هي هي الفرق. هو انا بقول ايه؟ عادل اتكلم يا سليم. صحيح؟ كان عايز ايه؟ علي اتقبض عليه. سجن. 3 ايام على ذمة التحقيق. وممكن يخرج بكفالة.
يا خساره يا علي. انا ما كنتش احب اضايقك، لكن اضطريت اجي اقول لك عشان ما تفاجئيش من جرايد. كتر خيرك يا علي. عايزك تطمني، اكبر محامين في البلد معانا، يعني المحنة دي مش هتطول ان شاء الله. المحنة دي ابتدت من زمان وما بتخلصش، زي ما يكون يا قلبه موعود ووعده ملحقه زي ظل ساعة ما تولد. حلاوه واضربها طبنجه، تبقى نار تسبح رماد ولا مؤاخذه؟ التهمه ايه؟ مخدرات؟ لا فعل معتقل السياسي لسجن المخدرات والنصابين والحراميه قديمه، هتستهبل لهم بكره في النيابه وتعمل لهم مجنون. احنا هنديك الفرصه اللي طلبوها الاساتذه يا باشمهندس، وهننتظر لغايه ما تنتهي تحقيقات المدعي الاشتراكي، وعشان كده انا هفرج عنك بعد ما تدفع كفاله 250,000 جنيه. مبروك للباشمهندس يا باشا، هندفع الكفاله ويروح. مبروك يا علي، ولو ان الكفاله كبيره يعني القضيه ما خلصتش. هزه براءه يا باشا، انا عارف مين اللي باعني وضربني في ظهري. انت اللي ضربت نفسك يا علي. بابا ارجوك سليم، ما تنساش على ابنك اكتر من كده. بالعكس يا نور، يا ريتني كنت قسيت عليه اكتر من كده. علي انا هسيب شغلي وهتفرغ لك. بقى قرار نهائي يا شيرين. كفايه كده يا باشمهندس، عشان نلحق اجراءات الكفاله والافراج، كمان زي المتر ما بيقول في ميعاد بالليل النهارده في مكتب المدعي الاشتراكي. انا ادركت الحرج اللي انت فيه يا ناجي بخصوص قضيه البدري، وعلشان كده قررت ان انا اعفيك منها وتقدر تتفرغ لمساله عبد العزيز حلاوه. متشكر، متشكر جدا يا فندم. لا شكر على واجب. اهلا يا فندم. اهلا مستشار عباس. اتفضل. واضح انكم انتهيتوا من القضيه تقريبا. وجاهزين للاستجواب علي البدري كمرحله اخيره، وزي سيادتك ما اطلعت ناقشنا محاسبين الشركه والمحامين بتوعه. عظيم، عظيم جدا، وانا هستصدر قرار مبدئي بعد ما استجوبه بنفسي الليله. قضيه علي البدري بقت قضيه راي عام، الصحافه فتحها على الاخر. وده مضايقك يا استاذ ناجي؟ كنت اتمنى يتمنع النشر لغايه ما يبقى في حقائق ثابته قانونا، وده علشان العداله مش علشان علي البدري او اي شخص بذاته. اصل الصحافه يا محي لما بتحول لقضايا الانفجارات اعلانيه بالشكل ده بتخلي الناس تصدر احكامها قبل القانون والمحاكم، وده في رايي اخلال بالعداله. انا معاك يا استاذ ناجي، بس الصحافه كده ومتهيألي في العالم كله مش في مصر بس. جايز. المهم دلوقتي ايه اخبار الشهود الاثنين الجداد بتوع قضيه حلاوه؟ اطمن يا فندم، الجماعه بتوع المباحث خدوهم ومقعدينهم في مكان بعيد ومتامن تماما عن اي محاوله من رجاله عبد العزيز حلاوه. المهم ان سياده النائب العام يؤمر بفتح القضيه مره تانية علشان ياخدوا اقوالهم بشكل رسمي قبل اي فرصه للتلاعب بين الشبكه الاجراميه بتاعه حلاوه. المره دي فيها اكتر من جريمه قتل هتلف حبل المشنقه حوالين رقبه الاخطبوط ده. السيد النائب العام هيتخذ قراره بفتح القضيه خلال 24 ساعه، بس الجماعه بتوع مكتبه طالبين الصور والشرايط اللي خدتها من مسعود والبدرشيني، بيقولوا انها هي اللي هتقفل القضيه وما يبقاش فيها منفذ. لا لا يمكن، انا لا يمكن اسلم الحاجات دي الا لسياده النائب العام شخصيا بعد ما يؤمر بفتح القضيه. الناس دول واصلين لكل حته تقريبا يا محي، بعد الراجل الاولاني ما اتقتل في السجن ما بقاش عندي اي ثقه في اي حد، علشان كده ما اقدرش اخاطر بالادله دي واسلمها بسهوله. ايوه يا فندم، بس بقاء الادله دي مع سيادتك فيها خطورة على حياتك، خصوصا بعد ما حلاوة عرف انك وصلت لها،
حتى ما حاولتش تشرك لا البوليس ولا اجهزه الداخليه في الموضوع. يبعدوا هما بس مسعود البدرشيني ويأمنوهم لغايه ما يروحوا يشهدوا في المحكمه. اما اذا كان عليا انا فانا مش خايف، قصدي يعني مش قلقان على حياتي ولا نفسي. انا كل خوفي يا محي على البلد دي، كل يوم بكتشف حقائق رهيبه افظعها. التحالف القذر ما بين الفساد والجريمه، الخيوط اللي ما بنشوفهاش وبتربط ما بين تجار البودره والمخدرات ومليونيرات الهبش والتهليب والموظفين الكبار اللي بيبيعوا ضمايرهم، والكل عنده حجج واعذار. الازمه الاقتصاديه، الفلوس، الفقر، وغير ده كله انعدام الوازع الخلقي يا استاذ ناجي. ويا ريت لحد كده وبس، ده انا حتى بقيت بخاف من التليفون. جرس التليفون وراه كل مره حقيقه جديده. ارد انا يا فندم؟ لا عنك انا. الو، ايوه يا فاروق. ايه يا فاروق مالك؟ في ايه؟ الحقنا يا ناجي بيه، الحاج علام بعت اسطوانات وصبيان وكم نفر من اهل الحي اصطادوا له العيال المشبوهين اللي بيوزعوا بودره وحابسهم جوه القهوه. بواب القهوه هتتفتح بعد شويه وهتخرجوا منها حاجه من الاثنين، يا جيتك متقطعه جاهزه للمشرحه، يا عصافير حلوه بتغرد تقول للبوليس على كل حاجه. الناس اللي مشغلينكم واللي طالقينكم في الشوارع عند مدارس ولادنا اساميهم وعناوينهم ومين اللي وراهم؟ احنا ما نعرفش حضرتك يا معلم. يا دوب حد يا معلم، يا دوب شايلين يا معلم. بنستلم من الناس ما نعرفش حتى اساميهم. احنا بنسلم الفلوس بعد ما نبيع يا معلم. اللي على المغزى يا معلم مدمنين ومحتاجين ليهم، ما نقدرش نقول لهم لا. مش عايزين يتكلموا كده؟ ماشي يلا. استنى، ما هو احنا مش هنقعد نتفرج عليكم وحاطين ايدينا على خدودنا ونقول يا ترى البوليس هيمسكهم ولا لا؟ مش هنقعد نتفرج عليكم وعيالنا بيضيعوا قدام عينينا؟ احنا بقى اللي هندور عليكم، واحنا اللي هنقطع دبيركم. احنا عارفين ان انتوا ديول وضحايا زي اللي بيتباعوا لهم السم الهاري. لو عايزين تشتروا روحكم وتمشوا من هنا سلام، دلونا على الروس الكبيره اللي بتسرحكم. ممكن نفضل نضرب فيكم لحد ما يبان لكم اصحاب، فاهمين؟ زي ما قال المعلم علام، من هنا على المشرحه عدل. مكانك انت هنا، محدش يتحرك من مكانه. هم دول مشبوهين؟ هم يا مرمين في البوكس. يلا بسرعه، استنى هاخد يلا اطلع. ناجي، وانت مين اللي بلغك؟ أنا يا سي الحاج، معلش ما قدرتش أسيبك تودر نفسك وتروح أونطة في شوية عيال زي دول. من أنت يا حاج علام عايز تنفذ القانون بإيديك؟ أنت راجل عاقل وفاهم ومتنور. لما هتفتشوهم من حضرة الظابط هتلاقوا البودرة في جيوبهم، والمخبرين بتوعكم قاعدين على القهوة عمالين يربعوا في شاي ويدوها في معسل. أنت خالفت القانون يا عمي وبتحاول تنفذه بنفسك. ما قلت لك يا أستاذ الفرجة غلط. الناس دي كترت قوي، البوليس مش هيقدر يعمل كل حاجة، الناس لازم تعمل حاجة. إن شاء الله هنلاقي طريقة. أكيد هنلاقي طريقة يا عمي. إمتى إن شاء الله؟ لما تلات أرباع ولادنا يضيعوا؟